افضل مطرب او مطربه في 2021؟ رضا البحراوي. يعني انتوا مين وكذا كذا اغنيه. انتوا مين انتوا مين انا مش عارفكم، سامحوني يمكن مش شايفكم، اصلي صدفة سمعت عنكم من يومين. انتوا مين انتوا مين انتوا مين وبيتوا ايه؟ مش دي الحكاية، اهم حاجة اعترفوا ان انتوا مش فارقين معايا. خدوا لكم فرصة وفكروا مهما تعالوا تكبروا او حتى لسه ما توصلوا، بالنسبة ليا صغيرين. انتوا مين انتوا مين؟ والله انا شايف عمرو دياب يعني عنده شويه طرب كده وممكن يتسمع يعني من زمان، وبصراحه كل ما بيقعد كل اغانيه ما بتقعد كل ما بتبقى افضل يعني احلى الاغاني القديمه. يعني هو مطرب يعني انا بالنسبه لي مطرب على الناس اللي موجوده دلوقتي يعني. هو انا بفضل ان شيرين عبد الوهاب من افضل المطربات موجوده في مصر. حمائي حمائي وفي شيرين في الالبوم الجديد كانت كويسه جدا في خاصمه النوم، كانت اغنيه ممتازه جدا. واحد عشرين بالنسبة لي أنا ويجز، أحسن أغاني اللي عملها في 2021 كانت كيفي كده كيفي أنا واللي أقوله همشي مش خالصة مع جراند توتو، دي أحسن أغاني كده. وأنا مش حافظ بتاعت كيفي كده ولا جراند توتو، بس في أغاني كتير لويجز أنا حافظها مثلا غير من 2021. هو أصلا ويجز يعني حاجة كبيرة. من أكتر المطربين اللي بحبهم هو عفروتو، بحبه جدا الصراحة وأغانيه كلها بحبها وحافظها. هي احلى اغنيه مش بالحظوظ وفرق خبره، دي اكتر اتنين بحبهم. هي بتقول صعب تقرا ان كله فطره شكلي تاني مش عندي خبره، تقرا ان كله فطره شكلي تاني مش عندي خطه شخصيتي تلمع. فايه يعني دي اكتر الاغاني اللي بحبها عفروتو، ورحت له حفلات كتير، كنت بقعد اروح له الحفلات اللي في الساحل وكده.